السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرحبا بالأخوات المشتركات والغير المشتركات معنا في القناة بسمتي. اللي ماشي مشتركين معنا في القناة اشتركوا معنا في القناة ويضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. طريقة اليوم إن شاء الله طريقة قندورة خفيفة، قندورة خفيفة تبغيو ديروا لها الليمون شتوحة تاع فصل الخريف، كي رحنا في الخريف هكا تبغيو هكا بدعيات خفاف بالقماش تاع بيزو 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 ليكرا، هذا بيزو بيزو يتكسر القماش كاع اللي راه يجي اليوم هكا هكا راه يجي هاك بيزو بيزو. كاين في السامبل وكاين في المورد هكا، خرج بزاف لي موديل، كاين بزاف تاع القماش هذا، كاين في كاين في البيض، كاين في الكحل، كاين كاع الالوان اللي تبغيوهم كاين. عجبني هذا اللون، جبت هذا اللون ندير لكم به قندوره خفيفه، قندوره خفيفه تبغيو تكون ديروا لها ليمونش 3/4، تبغيو تطولوا لها ليمونش، تبغيو ديروا ليمون شكون الاختيار يولي لكم ليكم. هاد لي موتيف نتاع هادو فيهم هكا، هاي فيها لوف وفيها هنايا هاد القلوبه هكا، راهم يباعوا عن محل التوأم هكا 20,000. هادو كاين تسقسيو هكا بزاف اللي يسقسيو المحل تاع التوأم 20,000 ينباعو. هادو نلصقوهم في القندوره نتاعي، نديرو قندوره بالكم سامبل وندير لها هاد الموتيف. اختيار نتوما ليكم، ديروا الموتيف اللي يعجبكم ديروه. ها هو هنا البري، كتبوا هنا دايرين تيكيات هكا يديروا لي بري. ها البري نتاع الموتيف، ها هو البري نتاع الموتيف، هاني درته لكم هنا، يدير 20,000 ها هي، ودايرين التوأم دايرين فيه، يديروا فيه التوأم. جبت متر ونص نتاع قماش، متر ونص 50,000 المتر، جبت متر ونص 75,000 ها هي، نطويه هكا، نطويه على زوج ونولي دايما تطويو على زوج وتوليو تطويو على ربعة بهذه الطريقة. نقلع ليمونش، منديرهاش طويلة بزاف، نديرها شوية ناقصة ها هي، نقلع حنا نقلع ليمونش، تبغيو تطولو تجيبو زوج متر بهذه الطريقة ها هي، نطويه نطوية على زوج نولي نقلبه بهذه الطريقة، ديروه على الجهة اللي تكسل ها هي، هادي تكسل. نبداو على بركة الله طريقة البصالة. طريقة البصالة درت لكم على قندور، مام هاد القندورة إلاستيك، هاهي تا هي إلاستيك، تطويوها، طويو القماش تاعكم، تسقدو القماش، تسقمو القماش تاعكم، طويوه على زوج، توليو تطويوه على ربعة كي العادة. درت لكم قندورة، قندورة كيفها، كي تبغيو تفصلو على قندورة بيزو بيزو، هاهي درنا الطريقة اللي نفصلو على قنادر، لكن القماش عادي، لكن هاد القماش بيزو بيزو يتكسل. تطويو توليو تجيبو القندورة تاعكم تطويوها على زوج وديرو على حسابها، ديرو على حسابها، لكن تزيدو تزيدو عليها زوج سنتيم تاع الخياطة، المهم القندورة تكون تجيب منيش تكون تجيب قدكم. هنا هاني طاوية القندورة تاعي على زوج، القندورة التحتانية القماش تاعي راه مطوي على ربعة هاي، بهاد الطريقة تسقدو القماش تاعكم مليح هاي، بهاد الطريقة تجيو هنا هنا ديروها على حسابها. هاد القماش يتكسل اصله يجي ستوندار، يجي لاطاي ستوندار، يلبس يلبس السمينه، يلبس الرقيقه، يلبس، لكن اللي تكون شويه معمره بزاف تزيد العبر. نبداو على بركه الله، نبداو طريقه البصل بسم الله. هيا هنا نطراسيه، ندير هنا هيا هذه الجهه تاع الكتف، من الكتف للكتف هنا راني طاوله على زوج، نطراسيه نطراسي هنا الجهه تاع الحرده نتاع الابيض، هنا تزيدوا عليها هنا واحد زوج سنتيم هكا بهذه الطريقه، هنا الدوره نتاع الصدر تخرج لنا هنا الدوره نتاع الصدر، هذه الحرده هنا نهايه الحرده تاع الابيض، تزيدوا سنتيم ولا زوج سنتيم تاع الخياطه. هنا نبداو نتاع الكتف ومننا تبداو تيفازي بهذه الطريقه، تراسيو القندوره تاعكم ايفازيو وتنزلو حتى لتحت مع القندور. تبغيو مبتدئه تخليوها تفصلوا عليها، تبغيو تراسيو تقلعوا القندوره وتفصلوا باش تجيكم الطريقه سهله هكا، ما غير راني نوريكم هكا باش تزيدوا تعلموا، يجيكم باش التعلم يجيكم ساهل. كاين بزاف اللي ما عندهمش الامكانيات باش يخرجوا برا يتعلموا، تقدروا تخيطوا غير في الداخل. هنا الإيفازيو هاد
هنا الحدة نتاع الابد نديرو بهذه الطريقة، تعلمو هاك وتهودو هاكا وتستراسيو عليها. هاي هنا تجيبوها على حساب هنا، هاي هنا هاكا، هاهي وتبعو هاهي تستراسيوها بهذه الطريقة. ندير فيها الطول، هاهي دروك نقلع القندورة تاعي، تراسيت الحده نتاع الامام ونتاع الخلف راها باينه دائما ربع صباع عندنا، واللي بقى لنا منا نديرو للجهه نتاع الكتف ونديرو الدوره نتاع الحده نتاع الابيض ونهبطو القندوره تاعي. الطول درت فيها 114 سنتي، 114 115 سنتي. نبدل هاي هنا، قلت لكم هنايا دائما ربع صباع وما تنزلوش بزاف، تنزلو بزوج صباع في الحده نتاع الامام ونتاع الخلف. هيا هنا ربع صباع بهذه الطريقه، ها هنا تراسيو هاك، بسم الله هاي هنا دروك الجهه هذه هي نتاع الكتف هنا دروك بهذه الطريقه نديرو الحده نتاع الابل. هنا نحبس هذا اللي بقى لي، ندير لي موش تاوعي، لي موش تاوعي يجوني هنا الطول هاي هذه الطريقه. ها هي القندوره تاعنا، دروك نديرو الحبده نتاع الامام. شتو هنا الكتاف جاوكم شويه عراض، يبقاو لكم شويه عراض هكا تقلعو منهم نعبر الكتاف شحال بقى لي فيهم. هنا 15 سنتيم نخلي فيهم 14 سنتيم، الكتاف نخلي فيهم 14 سنتيم. هنا زيدنا نقلع سنتيم باش ما يجيوش خارجين بزاف، باش ما يجيوش عراض. دوك الكتاف فيهم شبرة وربع صباع هكا، الحدة تاع الباط شبرة وربع صباع بهذه الطريقة هكا باش تعبرو ديرو هاك دورو السنتيم تاعكم 26 سنتيم، 26 سنتيم. وهنا دايما عندنا ربع تاع الصباع والكتاف قلت لكم 14 سنتيم، هاي 14 سنتيم. هيا هنا الدوره نتاع الصدر، الدوره نتاع الصدر 28 سنتيم، 28 سنتيم تزيدوا لها 2 سنتيم تولي 30 سنتيم. هيا هكا، هيا جات جي ايفازي هكا، العرض نتاعها من تحت جا فيها هنا في العرض نتاع القندوره تاع هنا فيها 79 سنتيم، 80 سنتيم فيها 80 سنتيم. قلت لكم متر ونص، متر ونص طويته على 4. ندير دروك ندير الحرده نتاع الامام، ما تجيش محلوله بزاف، ما تنزلو هنا. نزلنا بزوج صباع كي درنا في الحرده نتاع الامام ونتاع الخلف، هاي هكا هنا تنزلو ب 14 سنتيم، هاي كلش قاعد تحسبوها 14 سنتيم هاد الطريقه والتراسي، هاي تنزلو ب 14 سنتيم هاك.
هنا وديروا دقيقه هكا. هاي قلت لكم تنزلوا ب 14 سنتيم، ما ننزلوش كيما نديروا كيما نتاع كل القماش تاع الصيف، ننزلوا ب 17 سنتيم 18 سنتيم. لكن هكا نتاع الخريف كي يجيو بنظر تاع الخريف ولا نتاع الربيع هكا يكونوا خفاف، قنادر تاع الخريف تنزلوا ب 14 سنتيم، ما تنزلوش بزاف تروق. نديروا الكمام، نديروا الكمام تاع القندوره تاعنا. شوفوا بهذه الطريقه، هاي جيبوا منا، هاي نهايه الحرده تاع الابيض هذه باش تجيكم مبتدئات، جيبوها هنا لكم تكونوا طاويين القماش تاعكم على ربعه بهذه الطريقه هاي باش تجيكم باش تعلموا ديروا. كاين بزاف اللي راهم اخوات اللي يقولوا لنا ديري لنا ديري لنا الكمام ما راهمش يعرفوا يديروا. هاي المهم ديروا بهذه الطريقه، هاي ديروا هكا تراسيو بهذه الطريقه، هاي جيبوا حاجه تكون تراسي مليح، ها هي تقبضوا بالايبانك باش يساعدكم. جيبوا هنا تحلوا هكا بهذه الطريقه تاع هاي، وتوليو تخرجوا هكا هاي هكا، ديروا الكمام يجيكم ساهلين باش ديروا الدائره تاع الحده نتاع الايبان هاي، توليو ها هي هنا تخرجوا لكم هنا خرجوا هنا هاي، تنزلوا بهذه الطريقه هذه هي، تجيكم طريقه سهله هكا بهذه الطريقه باش تجيكم هاي تسقموا القماش تاعكم مليح تتراسيو كما قلت لكم. تنزلوا من هكا، كي تنزلوا هنا ديروا الدوره هنا منا تودوا هكا شويه ما يتراسيش مليح هنا هنا، نظرفوا القماش تاعنا راه زايد شويه هاي بهذه الطريقه، ضروط نقصص نقصوا هنا بسم الله هنا خرجوا هنا بهذه الطريقة، توليو جيو هنا ندور لكم هكا باش تشوفو مليح، نبدي لكم هنا هكا هالكمام تاعو هنا هادو هما تقصوهم يجيكم ساهلين هذو نديرهم انا هكا على حساب هكا، درت فيهم خليت فيهم الطول، الطول خليت فيهم 28 سنتيم، هيا هنا 28 سنتيم، هنا العرض درت لهم 17 سنتيم. تبغيو تسليميوهم تقدروا تسليميوهم القماش بيزو بيزو ما تخافوش منه. الحرده نتاع الباط تجي الحرده نتاع هنا نتاع الكمام تاعنا تجي على حساب الحرده نتاع الباط هاي، تجي على حسابها هنا بهذه الطريقه. ها هما هادو هما الكمام تاعنا، قلت لكم ديروا هكا باش هنا يجيو هكا، ديروا الجهه نتاع الوسط هنا باش دروك واش ندير دوك، ندير سبته نديرو سبته كي الحاشيه باش نديروها في الحرده تاع الامام ونتاع الخلف هنا، ندير سبته ونديرو طريقه الخياطه. نبداو طريقه الخياطه، طريقه الخياطه دائما اللاقي والكتاف، كاين بزاف الاخوات الماشينه تاعهم ما يخيطوهمش بيزو بيزو. الاخوات اللي بغيو يشريو هكا ماشين، كاين بزاف اللي بغيو يشريو، ننصحكم تشريو هادو الماشين، هما يخيطوا بيزو بيزو، يخيطوا يخيطوا كاع القماش يخيطوا كش ما يكون داير القماش. كاين بزاف اللي راهم مستقسمني يقولوا لي الماشين الماشين الكبار هما الاحسن.
جهه تاع الكتاب تلاقيوها وجهه تخليو واحد 2 سنتيم ولا 3 باش تلصقوا السبته. هاي تخليو هذه نبداو غير هنايا نلاقيو غير هنا الكتاب، وهذا نخليه حتى نلصق السبته ونولي لنا. هالطريقه نلاقيه ها هو خليتها هذا مفتوح هكا، قلت لكم حتى نلاقي ندير السبته نتاعي هذا ون ها هي السبته نتاعنا بهالطريقه. هاي غادي ندلها هكا بهالطريقه هنا نخيطها بدي منا بدي منا تبديو من الجهه اللي مفتوحه اللي خليتوها مفتوحه. هاني طويتها على 2، مانيش غادي دوك نديرها ونولي نطويها، هاني دايرتها هاك نولي كي نكمل نردها هاك ونخيط هاك هاك هاي بهالطريقه. ها هي جيبوها هنا هاي على 2 بدي نخيط دروك. درت فيها 4 سنتيم في العرض، والطول ديروها على حساب الفتحه نتاع الامام ونتاع الخلف. كملتها هاي دورتها على الحده نتاع الامام ونتاع الخلف هاي بهالطريقه قلت لكم. ها هنا هاي دروك كيش ديرو هاي شوف هاكا تجي دروك نولي نخيطها من الفوق هاكا هنا هنا ندخلها من الداخل ونولي نخيط فوق. كملتها هاي كملتها دروك لاقي الجهه تاع الكتاف اللي خليتها مفتوحه هاي لاقيها ولصق الكمام تاعي ونلاقي القنطره تاعي وندير لها الكفه ونوريكم النتيجه في الاخير. الطريقه باش نلصقوا هذا الموتيف هاي بهالطريقه ديروا بزاف الاخوات اللي قالوا لي كاش راكي تلصقيه تجيبوه تقبضوا الوسط نتاع القنطره تاعكم تقبضوا الوسط وتجيبوه في الوسط وتقلعوا الجلده البيض هذا الجلده البيضة التحتانيه هذا التحتاني البيض هذا تقلعوه بهذه الطريقه ها هو تخليو غير الموتيف لاصق ها هو تقبضوا الوسط ها هو تقبضوا الوسط ديروه مع مع الصدر مع الحرده نتاع الصدر تجيبوه تاع الامام هاي وتحطوه هكا بهالطريقه تحطوه وتديروا فوقه الحداد هاي ديروا القماش يكون عندكم قماش هكا في الدار هاي تحطوه هنا بهالطريقه هاي هكا تحطوا كي تقلعوا هذا تقلعوا هذا اللي من تحت هذا الكارت اللي من تحت تقلعوه له وتخليوا غير الموتيف الموتيف لاصق في الجلد نتاعه تحطوا القماش فوقه هاك تحطوا هاكا القماش وديروا تفوتوا عليه بالحداد حتى يلصق لكم مليح. ها هي دروك نشوف هاي هاك ها هو دروك ها هو يلصق ها هو هنا نزيد شويه هنا ما لصقليش بهالطريقه ها هي دروك تقلعوا دوك ديروا تبغيو تلصقوا تقدروا تلصقوه حتى بلا بخار ما يكونش عندكم الحداد فيه البخار تقدروا تلصقوا به ها هي بهالطريقه دروك ها هو دروك راه لاصق ها
ها هي توليو تقلعو هكا، تقلعو الجلد، هاد الجلد الفوقاني تقلعوه. هنا نزيد شويه، هنا راه عاد نتوما تشوفوا البلاصه اللي ما يكونش لاصق توليو تلصقوا. ها هي شوفوا دروك ها هو لصق. النتيجه النهائيه نتاع القندوره تاعنا ها هي جات شابه، لصقت لها قلت لكم، ها هي وريتكم الطريقه كيش تلصقوا الكفات. كفيت كفه كفه في اليد، ما كفيتش في الكمام، كفيت غير تكفوا غير كفه وحده على كفه وحده. الكفه عاود لتحت هنا تكفوا غير على جهه وحده، ما تخافوش من هذا القماش ما ينسلش. جات شابه القندوره تاعنا، قلت لكم تبغيو تخيطوا هكا الخريف تجيبوا زوج متر، زوج متر باش يخرج لكم الكمام طوال. هاي الكمام هاهما خرجوا لي هكا، خرجوا شابين، مام هكا خرجوا ملاح. هذه هي النتيجه نتاعها الاخيره، جات شابه وان شاء الله تعجبكم. وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا جام، تضغطوا على زر الجرس، تشتركوا معنا اللي ماشي مشتركين، اشتركوا معنا في القناه. ومع السلامه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مليح.